يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله الآن راح نبدأ بالمحاضرة اللي هي محاضرة رقم 7 إن شاء الله، اللي بتحكي عن الجلايكوجين لايسيز والجلايكوجين جينيسيس، تمام، اللي هو صناعة الجلايكوجين وتفجير الجلايكوجين أو تحطيم الجلايكوجين. طيب هسه نعرف إنه الجلايكوجين ميجر ستورج فور كاربوهيدرات إن سيلز، تمام، بيكون على شكل جرانيولز. الجرانيولز إنه بيكون على شكل حبيبات موجودة في السيتوسول، تمام، هاي بيكون على شكل جرانيولز موجودة في السيتوسولز، موجود في كل السيلز، ولكن مينلي في المسلز الجلايكوجين بيكون، وبرضه في الليفر، تمام. هسه كنسبة يعني لكل 100 جرام من المسلز في عندنا من 1 ل 2 جرام جلايكوجين، تمام، والليفر من كل 100 جرام من الليفر، من وزن الليفر في عندي 6 ل 10 جرام. هسه انت راح تحكي لي انه وزن الليفر الجلايكوجين في الليفر اكثر، بحكي لك لا، مقدار الجلايكوجين في المسلز اكثر. ليش؟ لانه كتله المسلز اكثر كثير في الجسم، ماشي، يعني نفرض مثلا انه عندي بنحكي مثلا عندي 20 كيلو مسلز، تمام، ضرب 10 عشان 100 جرام بيطلع عندي 200 ضرب 2 بيطلع عندي 400 شو جرام من الجلايكوجين. بينما لو نحكي انه وزن الليفر تقريبا قديش بكون، نحكي 700 جرام، يعني هو 7 ضرب 6 اللي هو بعطيني 42 جرام فقط. شوف قديش الفرق. فاذا مقدار الجلايكوجين في المسلز بكون اكثر، ولكن كنسبه في الليفر اكثر. طيب هسه نبلش بعمليه الجلايكوجين لايسيز. هسه احنا بنعرف انه الجلايكوجين، تمام، بيكون على شكل جرانيولز وله برانش كثير، له كثير برانش، تمام، له برانش، مقدار برانش عالي. طيب احنا ايش نسوي؟ اول شيء بدنا نكسر اللينير، بعدين نكسر البرانش اللي هي بتكون الفا 16 جلايكوسيديك، تمام. نبدا بالعمليات، في عندنا اربع عمليات، اللي هي الجلايكوجين فوسفوليريز، بعديها دي برانشينج انزيم، بعديها عمليه الفوسفو جلوكوميوتيز، بعديها جلوكوز 6 فوسفاتيز، تمام. هسه راح احكي لكم عنها بالتفصيل. طيب هسه بالنسبه لعمليه الجلايكوجين فوسفوليريز، باجي بهجم على الجلايكوجين، بعرف انه هي جلوكوز مرتبطات مع بعض على ايش، على 1-4-الفا، طبعا جلايكوسيديك بوند، صح. بيجي عندي هذا الجلايكوجين فوسفوليريز بكسر هاي الرابطه وبضيف لي فوسفات عليه، يعني بكسر هاي الرابطه بضيف لي فوسفات هون، بكسر هاي الرابطه بضل فوسفات، بضل يمشي بهاي العمليه لحتى يوقف ايش، انه ضل عندي 4 جلوكوز في البرانش، هاد بضل عندي 4 جلوكوزات، هذول 4 جلوكوزات بخليهم. هسه ما دون ذلك، اكثر من ذلك هذول كلياتهم بنكسروا واضيف عليهم فوسفات، فعشان هيك سميتها جلايكوجين فوسفوليريز. طيب هذول كسرتهم، صار وين؟ بالسيتوسول. طيب بضل عندي هذول، صح، بضل عندي 4 فوسفات من البرانش، هذول الثلاث، شايف الثلاث مش هم 4، 1 2 3 4 مربوطات مع بعض. هسه بمسك هذول الثلاث، هذول بعملهم عن طريق الجلايكوكان، ايش اسمه، الجلايكوكان ترانسفيريز، بمسكه، تمام جلايكوكان ترانسفيريز، بمسكه بضيفه وين، على اقرب لينير، تمام، اللي هي البرانش اللي طالع منها البرانش، يعني مثلا نحكي انه هاي الجلايكوجين، تمام، هاي لينير، وهي هون عندي البرانش، ضل عندي 4 هون، هيك 2 3 4، تمام، بكسر هاي من هون، هذول الثلاث عن طريق الجلايكوجين ترانسفيريز، بمسكهم بحطهم هون، بصير عندي هون زياده 3، تمام، بضل عندي هاي شو بجيب الفا 16 جلوكوسيديز. جلوكوسيديز ايش بيسوي؟ بكسر لي هاي الرابطه، تمام، وبنتج لي فري جلوكوز. هون فري جلوكوز يعني فيش عليه فوسفات، بينما اللي فوق اللي هو جلايكوجين فوسفوليريز انتج لي اللي هو جلوكوز 1 فوسفات. ليش؟ لان حكيت لك بكسر وبضيف فوسفات على الكربونه الاولى، تمام، هاي الخطوه الثانيه اللي هي دي برانشينج. طيب بعد ما كسرت وعطيت واحد فري جلوكوز وعندي صار عندي جلوكوز 1 فوسفات كثير، بكون بدي اكسر هسه هاي، بدي ابلش بالرابطه اللي بعديها، بدي ابلش باللينير اللي بعده. طيب شو بسوي؟ برضه بيجي عندي الفوسفوليريز، نفس الشيء، بهجم عليهم بكسرهم، نفس الشيء، بضل يمشي نفس الشيء هاي الخطوات. طيب انا هسه حكيت لك نتج عندي نوعين، صح، عندي فري جلوكوز وجلوكوز 1 فوسفات. طيب هذا الجلوكوز 1 فوسفات شو بدي اسوي فيه؟ بروح بعمل له عن طريق الفوسفو جلوكوميوتيز، ايش، طيب من اسمه الميوتيز، ايش بدي اسوي؟ بدي اغير، بدي اعمل له ميوتيزز. ايش يعني ميوتيزز؟ يعني انا عندي الجلوكوز هيك، في عندي فوسفات مرتبطه فيه على الكربون الاولى، بدي اخليها على الكربون السادسة. شو بجيب الميوتيز اللي هو فوسفو جلوكوميوتيز، بنقول لي اياها، فشو صارت؟ جلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات شو بذكرك بالفورم اللي بكون موجود في عمليه الجلايكولايسيس. فيا بدخل عندي عمليه الجلايكولايسيس، تمام، يا بدخل عندي عمليه الجلايكولايسيس زي ما هو هيك، بدخل عمليه الجلايكولايسيس في المسلز هيك بكون شكله،
اما اذا بدي اخلي جلوكوز عاديه لحالها فري جلوكوز بستخدم اللي هو جلوكوز 6 فوسفاتيز. ليش فوسفاتيز؟ عشان يكسر لي هاي الفوسفات فبصير فري جلوكوز، بصير فيه فري جلوكوز. هذا وين موجود؟ موجود في الليفر. هذا موجود في الليفر، تمام. راح تحكي لي انه تمام الموضوع سهل جدا يا حسين. طيب نيجي لموضوع الجلايكوجينيسيس. احنا حكينا عن موضوع الجلايكو الجلايكوجين لايسيس، تمام، كسرنا الجلايكوجين. طيب هسه كيف نصنع الجلايكوجين؟ طيب سهل جدا، انا عندي جلوكوز صح، انا بكون عندي جلوكوز بدي اصنع منه جلايكوجين. احنا بنعرف انه الجلايكوجين بتميز انه له برانش عالي. طيب شو بدي اسوي؟ اول شيء انا اول شيء بدي اعمل اكتيفيشن للجلوكوز. الجلوكوز ما بينفع اتعامل معه هيك لحاله، الجلوكوز بحياتك ما بتعامل معه هيك، لازم تعمل له اكتيفيشن. طب كيف بعمل له اكتيفيشن؟ بضيف له يو دي بي، تمام، اللي هو اليوراديل، اليوراديل ترايفوسفيت او دايفوسفيت، تمام تمام. بجيب برضو الجلوكوكاينيز والهكسوكاينيز. بنذكرين الجلوكوكاينيز والهكسوكاينيز ايش بيسووا؟ الجلوكوكاينيز حكينا موجود في الليفر، والهكسوكاينيز موجود في المسلز صح؟ صح، اللي هو موجود برضو بأول تيشوز. هذول شو بيسووا؟ بضيفوا لي فوسفات. الفوسفات هاي من وين جاي؟ شو بتصنع لي؟ لما اضيف انا جلوكوز، تمام، ضفت عليه فوسفات، حكينا وين بتروح؟ بتروح على الكربون الاخير، فبصير عندي جلوكوز 6 فوسفات، جلوكوز 6 فوسفات. هذا طيب الجلوكوز 6 فوسفات هذا بدي اخليه انا اكتف، لازم احط عليه اليو دي بي اللي هي اليو دي بي. طيب اليو دي بي شو بميزه؟ اللي هو اليوراديل داي يعني 2 فوسفات، فيها 2 فوسفات، هي بالاصل ايش تكون؟ يو تي بي يعني تراي فوسفات. طيب يعني اذا نكسه فوسفاته، طيب اذا هي نكسه فوسفاته وانا برضو اخذت من هاي الفوسفات فصار عندي 2 فوسفات طلعوا لبرا، سميناهم ايش؟ سميناهم باير فوسفات، تمام، سميناهم باير فوسفات. هاي راح نشوفها تحت. طيب التو فوسفات هذول بيطلع عندي لبرا وبرتبط اليو دي بي بالجلوكوز، فبصير عندي يو دي بي جلوكوز، يو دي بي جلوكوز اللي هو بنسميه اكتيف جلوكوز، تمام، بنسميه ايش؟ اكتيف جلوكوز. حلوين؟ راح تحكي لي انه حلوين كثير. طيب هسه بيجي عندي شيء اسمه جلايكوجينين. جلايكوجينين هذا هو عباره عن بروتين كربوهيدرات نيوكلياس. ايش يعني بروتين كربوهيدرات نيوكلياس؟ تمام، عباره عن زي البدايه تاعت الجلايكوجين، يا بكون موجود من اول من جلايكوجين قبله يا اما بكون جديد، تمام، بكون بالنص زي هيك، تمام، بكون بالنص. ببلش منه عن طريق الاو اتش جروب الهيدروكسيل جروب، تمام، ببلش منه اعمل ايش اللي هي الاولجوساكرايد، وببلش اربطهم مع بعض، بصير هون احط جلوكوز 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 جلوكوز، بعدين بعمل برانشينج جلوكوز جلوكوز جلوكوز، تمام، عن طريق الجلايكوجين سينثيز ثيز بدون تي. لاحظ انه بدون تي. طب ليش بدون تي؟ لانه ما استخدمنا اي تي بي، تمام، ما استخدمنا اي تي بي في الربط. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا انت لما تضيف الجلوكوز، احنا حكينا الجلوكوز بكون يو دي بي، يو دي يو دي بي جلوكوز، اليو دي بي هاي بتروح، تمام، بنضاف الجلوكوز لحال، اليو دي بي هاي بتروح بنضاف الجلوكوز لحال، اليو دي بي هاي بتروح بنضاف الجلوكوز لحال، هيك بتضلك تمشي لحد ما يوصل ايش؟ تقريبا ل 12 جلوكوز، من 12 ل 11. بس يوصل 12 ل 11 بصير لازم اعمل برانش، تمام، البرانش عن طريق اللي هي الون اللي هي 16 الفا جلوكوسيديز، تمام تمام. اذا اول شيء احنا شو سوينا؟ جبنا الجلايكوجينين، تمام، جبنا الجلايكوجينين، وفي عندنا جلوكوز عادي. الجلوكوز العادي شو حكينا؟ بنجيب الهكسوكاينيز او اللوكوكاينيز بنضيف عليها فوسفات، بتصير جلوكوز 6 فوسفات. طيب الجلوكوز 6 فوسفات هاد انا لازم اضيف عليه، انا لازم الجلوكوز 6 فوسفات هاد احوله الى جلوكوز 1 فوسفات صح، عن طريق ايش؟ الفوسفوجلوكوميوتاز، بخليه جلوكوز 1 فوسفات. طيب بمسك هاي الفوسفات بشيلها، تمام، وبمسك اليو تي بي بشيل منه فوسفات بصير يو دي بي، وبربطه على الجلوكوز فبصير عندي يو دي بي جلوكوز. اليو دي بي جلوكوز هذا بكون اكتيف جلوكوز. الاكتيف جلوكوز هذا ببلش اضيفه هون وين؟ على الجلايكوجينين. الجلايكوجينين ببلش تعمل لي من عند الهيدروكسيل جروب، ببلش تعمل لي جلوكوز 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 لحد ما يوصل عندي 12 حبه جلوكوز. طيب لما توصل عندي 12 حبه جلوكوز، حكينا الجلايكوجين شو بميزه؟ بميزه انه في برانش عالي. طب لازم اعمل برانش، انا صار عندي 12 حبه لازم اعمل برانش، شو بسوي؟ بروح بجيب انزيم اسمه 16 ترانس، تمام، جلوكوسيديز 16 ترانس جلوكوسيديز. ايش يعني؟ بمسك هاي شايفين، مش احنا حكينا في 12، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نحكي، وهو مربوط عندي بالجلوكوجينين، هاي الكبير الجلوكوجينين الكبير اللي هو البروتين البروتين كربوهيدرات، تمام، البروتين كربوهيدرات نيوكلياس. طيب صار عندي هذا، حكينا من الخطوات اللي قبل.
طيب انا شو بدي اسوي؟ لازم اعمل برانش. باجي يعني تقريبا بعد 6 1 2 3 4 5 6 تمام، باجي 6 هون بجيب هذا الانزيم اللي هو 1 6 ترانس جلوسيديز، بمسك هاي شايفينها، بدل ما احولها، بدل ما هي 1 4 الفا، طبعا 1 4 الفا جلايكوسيديز، شو بسوي؟ جلايكوسيديك بونز، بخليها الفا 1 6 جلايكوسيديك بونز تمام، بخليها هون تمام. فبصير عندي 1 2 3 4 5 6 نحكي، بعديها هون بصير على 1 الفا 1 6 جلايكوسيديك بونز، بصير عندي 1 2 3 4 5 6 تمام. هذه ببساطة عملية تكوين الجلايكوجين. بعديها ببلش هاي، برجع برضو عليها نفس العمليات. كيف نفس العمليات؟ بجيب عليها الهيكسوكاينيز أو الجلوكوكاينيز، بضيف عليها فوسفات، بضيف عليها فوسفات، بعديها بجيب الفوسفوجلوكوميوتاز، بيحول لي إياها لجلوكوز 6 فوسفات، الجلوكوز 1 فوسفات عفوا، الجلوكوز 1 فوسفات، بشيل الفوسفات تاعتها وبشيل من اليو تي بي فوسفات، فبصير يو دي بي، بحطها وين؟ على الجلوكوز عشان تصير اكتف. بعديها بضيفها مره ثانيه هون لحتى يصير عندي 12، بعد ال 12 بروح بكسرها من النص، بجيب عن طريق ال 1 6 ترانس جلوكوسيديز، بعديها بعمل فيها برانش ثاني، وبضلني هيك اسوي لحتى اعمل جلايكوجين كامل تمام. راح تحكي لي انه تمام، حلوين حلوين. طيب هسه بالنسبه لليو دي بي، هاي اليو دي بي اللي هي اليورادل دايفوسفيت اللي حكيت لك عنها قبل، هي عبارة عن نيوكليوتايد شوغر. ليش نيوكليوتايد شوغر؟ لأن أصلا فيها يوردل، تذكروا اليوردل اللي هو اليورسل، في عندي نيتروجين بيس أكثر من واحدة، اللي هو الأدونين، الثايمين، السيتوسين تمام، اليورسل تمام، كل ياتهم هدول بنسميهم نيوكليوتايدز اللي هم نيتروجين بس. طيب هذول ايش بيشاركوا؟ بيشاركوا لي بعمليه النيوكليوتايد شوغر متابوليزم، النيوكليوتايد شوغر متابوليزم، هذول بيشاركوا لي اليو دي بي في عمليه نيوكليوتايد شوغر متابوليزم. طيب برضه بتعمل لي عمليه جلايكوجين بريكورسرز، ايش يعني؟ هي بتصنع لي اصلا الجلايكوجين، مش انا حكيت لك عمليه الجلايكو جينيسيس، هي الجلايكوجينيسيس، ايش حكيت لك؟ اليو دي بي عشان اصنع، مهم جدا عشان اصنع ايش؟ الاكتيف جلوكوز عشان اصنع الجلايكوجين، فهي بتشارك برضه عمليه الجلايكوجين سنثيسز. طيب وبرضه بالشارح حكينا بالميتابوليزم بتاعت النيوكليوتايد شوغرز تمام، وحكيت لك برضه هي بتكون احد اشكال الجلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز هو عباره عن بروتين زائد جلايكو، يعني جلايكوبروتين هو عباره عن بروتين زائد كربوهيدرات تمام. تمام هسه بالنسبه للبيولوجيكال امبورتنس اوف برانش، ليش عندي برانش؟ ليش الجلايكوجين في برانش عالي؟ ليش الجلايكوجين في برانش عالي؟ اول شيء عشان تخليه مور ستيبل. انت بتلاحظ انه شكل الجلايكوجين، يعني خليك تحفظها هاي، شكل الجلايكوجين كيف؟ زي العنكبوت، زي الشبكه العنكبوتيه تمام. فهو له اكثر من ايد، البرانش هاي تمثل ايدين صح، فهي ايش بتسوي؟ الايدين اكثر، يعني بتخليه مور ستيبل. طيب ثاني شيء تمام، اذا زدت انا البرانش تاعتها بقدر اكسرها بسرعه صح، احسن ما تكون خط واحد وضلني امشي فيه بالترتيب. لا، انما لما تكون اكثر من خط هيك بكسر هون بكسر هون بكسر هون نفس الوقت بكسر هون، فهمت علي كيف؟ وبرضه بقدر زي ما انا كسرت بقدر ابنيها بسهوله اكثر تمام، انه بقدر ابني من هون بقدر ابني من هون بقدر ابني من هون، مش لازم اضلني ابني على نفس الخط تمام. تمام هي اهميتها. طيب برضه في معلومة مش مذكورة هون بالتلخيص، إنه ليش إحنا بنخزن الجلوكوز على شكل جلايكوجين؟ هذا عشان الأوزموتيك بوتنشال أو عشان الأوزموتيك بريشر تمام؟ لأنه الجلايكوجين لما يكون بالسل ما بيقدر ما بسحب المي زي ما يكون عندي تركيز الجلوكوز عالي تمام؟ تمام. هسا بالنسبة لعملية الريجوليشن أوف جلايكوجين ميتابوليزم تمام؟ كيف بدي أعملها ريجوليشن؟ أنا بحكي لك كيف نعملها ريجوليشن، يا عن طريق الإنزيم تمام اللي هي جلايكوجين سنثيز اللي حكينا عنه، او عن طريق الفوسفوليريز. حكينا الفوسفوليريز وين بيكون موجود؟ بعمليه الجلايكوجين لايسيز، تكسير الجلايكوجين. اما الجلايكوجين سنثيز بيكون موجود وين؟ بعمليه الجلايكوجينيسيز، بعمليه تكوين الجلايكوجين تمام. تمام هسه بيكون عن طريق شغلتين، يا عن طريق الاولستريك كنترول يا عن طريق الكوفالنت موديفيكيشن. طيب بالنسبه للاولستريك كنترول، انه الاولستريك دائما لما تشوف الاولستريك، لما انه كيف الاولستريك بيعمل لي ريجوليشن، يا بكون عن طريق زياده البرودكتس، دائما حكيت لك زياده تركيز البرودكتس شو بسوي؟ بتعمل لي انهيبيشن صح. صح انا احكي لك كيف بدي افهمك اياها تفهيم، والله ما تحفظها، والله هذا ما هو حفظ، والله اذا فهمتهم ما بتحتاج انك تسوي اي شيء بالامتحان، الماده حلوه كثير. طيب انا حكيت لك انه بشتغل على جلايكوجين سنثيز او بشتغل على الفوسفوليريز. طيب هسه بالنسبه للجلايكوجين سنثيز ايش وظيفته؟ من اسمه جلايكوجين سنثيز، ايش بده يسوي؟ جلايكوجينيسيز، يعني ايش بده يصنع جلايكوجين. طيب انا كيف بدي اعمل له ستيميوليشن؟ طبعا اذا انا بدي اصنع جلايكوجين، متى بصنع جلايكوجين؟ اذا كان عندي اي تي بي عالي صح، ان عندي في طاقه او في عندي جلوكوز، انا اذا عندي جلوكوز عالي بصنع منه جلايكوجين. طب اذا فيش عندي اصلا جلوكوز ما بدي اصنع جلايكوجين، فعشان هيك انهبيتد باي جلايكوجين برودكتس. اذا كان عندي جلايكوجين عالي
انا عندي برودكتس عالي، فاذا الموضوع كلياته جلايكوجين يتصنع ما بهمني، انا عندي جلايكوجين عالي ليش اصنع كمان جلايكوجين؟ تمام، فعشان هيك انهبيتد باي جلايكوجين برودكتس. دائما حكيت لك زياده البرودكتس تعمل لي انهبيشن للباثوي كامل. طب متى بعمل ستيميوليشن؟ برضه كيف ما فهم انا متى بصير عندي ستيميوليشن عشان اصنع جلايكوجين؟ اذا كان عندي في جلوكوز متوفر، واذا كان في عندي اي تي بي، عندي اي تي بي طاقه عشان اصنع جلوكوز. صح صح. طيب بس بالنسبه للجلايكوجين فوسفوليريز، الجلايكوجين فوسفوليريز حكينا ايش بيشارك؟ بيشارك بعمليه الجلايكوجين لايسيز، تكسير الجلايكوجين. طيب كيف بدي اعمل له ستيميوليشن؟ باي اي ام بي. بتعرف ايش الاي ام بي؟ هي بالسكند ماسنجر، هاي بالسكند ماسنجر. تمام، في عندنا شيء اسمه الاي ام بي، دائما بتحول عند السايكليك سايكليك اي ام بي لعند الاي ام بي عشان يحفز البروتين كاينيز. تمام، البروتين كاينيز اللي هو بيعمل لي فوسفوليريشن. تمام، اذا عمل لي فوسفوليريشن بيزيد لي عمليه التكسير، فعشان هيك ايش بيصير في عندي تكسير، تكسير الجلايكوجين. مش حكيت لك الجلايكوجين فوسفوليريز بده يشارك في عمليه الجلايكوجين لايسيز؟ فعشان هيك دائما الاي ام بي زيادته تدل على زياده البروتين كاينيز، تدل زياده البروتين كاينيز على زياده الفوسفور، زياده الفوسفور تدل على تكسير الجلوكوز. تمام، على تكسير الجلايكوجين عفوا. تمام تمام. طب متى انهبيتد؟ انا متى ما بحتاج، متى ما بحتاج اني اكسر الجلايكوجين؟ اذا عندي اصلا جلوكوز عالي، انا اذا عندي انا ايش الهدف اني اكسر الجلايكوجين؟ عشان اطلع منه الجلوكوز. طب اذا انا عندي الجلوكوز عالي فما احتاج اني اكسر الجلوكوز، ونفس الشيء الاي تي بي، دائما الاي تي بي والجلوكوز يكونوا مع بعض. تمام تمام. هسه بالنسبه للكوفالنت موديفيكيشن، الكوفالنت موديفيكيشن تمام، يا عن طريق برضه الجلايكوجين سينثيز، يا عن طريق الجلايكوجين فوسفوليريز. تمام، هذا بكون عن طريق اللي هي عمليه السكند ماسنجر. تمام، الكوفالنت موديفيكيشن عن طريق السكند ماسنجر. كيف بده يصير عندي الموضوع؟ انا بحكي لك الجلايكوجين سينثيز، الجلايكوجين سينثيز بصير عندي كالاتي. بيجي عندي بديك تحفظ هذول، هات هاي شايف هاي انه مور اكتيف دي فوسفوليريشن. طب شو دي فوسفوليريشن؟ دائما ضربت لك اياها عشان ما تنساها، اضافه الفوسفات، اضافه الفوسفات يعني تكسير الجلايكوجين. تمام، انك تشيل الفوسفات معناتها انك تصنع جلايكوجين. اتفقنا اتفقنا. اذا لما انا اضيف فوسفات يعني اعمل فوسفوليريشن، ايش يعني ايش بكون بسوي؟ بعمل جلايكوجين سينثيز. طيب لما اكون بعمل دي فوسفوليريشن يعني اشيل فوسفات، شو بكون بسوي؟ قاعد بعمل جلايكوجين جينيسيس. تمام، بقعد بصنع الجلايكوجين. تمام، هذا مختصر كل هذا الحكي باختصار، انه متى بشغل الجلايكوجين، الجلايكوجين فوسفوليريز. حكيت لك من اسمه جلايكوجين فوسفوليريز، شو بدي اسوي؟ اضافه فوسفات. اضافه الفوسفات متى بكون؟ لما يكون عندي بدي اكسر الجلايكوجين. تمام، فلما يكون عندي الجلايكوجين واطي. تمام، أيوة بحكي لك more active phosphorylated. تمام، عشان هيك دائما الجلايكوجين الجلايكوجين فوسفوليريز بكون بشارك في عملية تكسير الجلايكوجين. اتفقنا؟ اتوقع انه مفهوم واضح. طيب هسه بالنسبة للديورينج فيد ستيت، تمام، وديورينج فاستنج ستيت، لما انت تكون صايم او لما انت تكون ماكل. طيب هسه لما اكون فيد ستيت، لما اكون ماكل على طول الجلوكوز عندي بيرتفع، صح؟ الجلوكوز عندي ارتفع، اكلت كربوهيدرات الجلوكوز عندي ارتفع. الجلوكوز دائما ارتفاع الجلوكوز بيرافقه ارتفاع في الانسولين، هاي في الحاله الطبيعيه. طيب انسولين، الانسولين شو وظيفه الانسولين؟ بيعمل لي دي فوسفوليريتد، دائما بيعمل لي دي فوسفوليريتد، بيعمل لي دي فوسفوليريتد للاثنين، بيعمل لي دي فوسفوليريتد للاثنين. انا ايش حكيت لك؟ الاثنين اللي بيشتغلوا عليهم كل هدول، بيشتغل على الجلايكوجين سينثيز وبيشتغل على الفوسفوليريز. فهو ايش بيسوي؟ بيعمل لي دي فوسفوليريتد لهاد، وبيعمل لي دي فوسفوليريتد لهاد. تمام، هذا هو الانسولين، هذه وظيفه الانسولين، هي بيعمل لي دي فوسفوليريشن. انا حكيت لك الدي فوسفوليريشن شو بسوي؟ اني اشيل فوسفات، معناتها ايش اني اسوي؟ قاعد بصنع جلايكوجين. تمام، فانا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل اكتيفيشن لل جلايكوجين سينثيز، وبدي اعمل انهيبيشن لايش؟ للي هو فوسفوليريز، جلايكوجين فوسفوليريز بكل اختصار. هي دي فوسفوليريشن اوف جلايكوجين سينثيز. تمام، الجلايكوجين سينثيز ايش بده يصير؟ بده يصير اكتيفيشن. تمام، جلايكوجينيسيس. طبعا كيف الطريقه؟ عن طريق السكند ماسنجر. في عندنا ايش اسمه جي بروتين، بكون موجود على الممبرين. الجي بروتين بتصل فيه عن طريق التايروزين، بيجي عندنا الانسولين. طبعا مش مطلوب هذا الميكانيزم هيك بالتفصيل، هذا بيفصل هذا الجلايكوج، بيفصل عندي الجلوكوز هاد اي تي بي، بصير عندي لل اي دي بي. تمام، بصير عندي من اي تي بي ل اي دي بي. تمام، وبتحول لي سايكليك اي ام بي ل اي ام بي، هذا بس تحول السايكليك اي ام بي للاي ام بي، بحفز البروتين كاينيز.
تمام. فشو بتسوي؟ تعمل لي زيادة هي الخطوة هاي النظام بحكي عن during fasting state. شو بتسوي؟ تحويل السايكليك اي ام بي للاي ام بي. حكيت لك دائما بتعمل لي تحفيز للبروتين كايناز. تحفيز البروتين كايناز يعني زيادة الفوسفات. يعني ايش بعمل؟ بعمل فوسفوليريشن، مش بعمل دي فوسفوليريشن، بعمل فوسفوليريشن. تمام، هاي هي ملخص هذا الموضوع. تمام، اتوقع انه فهمنا. طيب هاي برضو نفس الشيء، انه انا من السايكليك اي ام بي بنتج اي ام بي، تمام، بحفز البروتين كايناز. البروتين كايناز زيادته يعني زياده الفوسفوليريشن. زياده الفوسفوليريشن شو يعني؟ يعني زياده موضوع تكسير الجلايكوجين، يعني زياده الجلايكوجين لايسيس. تمام، الجلايكوجين لايسيس. فاذا باختصار الاوليستيريك سايت، انا حكيت لك دائما بيصير في موديفيكيشن للجلايكوجين لايسيس والجلايكوجينيسيس عن طريق اثنين. ايش هم الانزيمات الاثنين؟ الجلايكوجين سانثيز والفوسفوليريز. الاثنين يعني عن طريق الاوليستيريك سايت. كيف الاوليستيريك سايت؟ حكيت لك عن طريق زياده البرودكتس. زاد عندي البرودكتس بصير في عندي انهيبيشن سواء لهذا او سواء لهذا. طيب حكيت لك الطريقه الثانيه عن طريق الكوفالنت موديفيكيشن. كيف يعني الكوفالنت موديفيكيشن؟ يا هاد بيعمل لي فوسفوليريشن، والثاني يا بيعمل لي دي فوسفوليريشن، بيعمل لي كوفالنت بوت مع الفوسفات، يا بيعمل لي بكسر لي الكوفالنت بوت الموجوده مع الفوسفات. تمام، تمام التمام. طيب هسه بالنسبه للاوليستيريك ريجوليشن ديورينج ماسلز اكسرسايز، هسه انا لما ازيد عندي المسلز اكسرسايز بزيد عندي انكريز كالسيوم ريليزنج. مش احنا بنعرف انه بالساكروبلازميك ريتيكولم اللي هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم الموجوده في المسلز فيها كالسيوم، صح؟ لما ازيد، لما اعمل انا كونتراكشن للمسلز بيصير عندي اكشن بوتنشال، الكالسيوم عندي بيطلع للسايتوبلازم الموجود وين؟ بالمسل سيل. طيب طلع عندي الكالسيوم، شو بسوي؟ بحفز لي الاي ام بي. حفز لي الاي ام بي ايش يعني؟ بحفز لي البروتين كايناز. حفز لي البروتين كايناز بيزيد لي عمليه الفوسفوليريز. اذا زاد لي عمليه الفوسفوليريز يعني بيزيد لي عمليه تكسير الجلايكوجين اللي هي بيزيد لي بيعمل لي اكتيفيت للجلايكوجين لايسيس. واضحه؟ والله واضحه. تمام، تمام التمام. وهي برضه نفس الشيء اعاده اللي حكيناه فوق، انكريزنج ان اي تي بي اند جلوكوز 6 فوسفات بيعمل لي انهيبيشن للاي ام بي. تمام، اللي هي سكند ماسنجر، لانه اصلا حكيت لك زياده الاي ام بي يعني زياده الفوسفوليريشن. عندما انا بحكي لك اذا كان عندي اي تي بي زايد وجلوكوز زايد، انا بدي اقلل منهم. فايش بدي اسوي؟ بروح بعمل جلايكوجينيسيس، بدي اصنع جلايكوجين. تمام، فهي ايش بتسوي؟ اذا كان عندي اي تي بي زايد وجلوكوز 6 فوسفات زايد، شو بسوي؟ بعمل انهيبيشن للجلوكوجين لايسيس. ليش؟ لان اصلا ما بدي اياهم يطلع بزياده. انا اصلا لما اكسر الجلايكوجين شو بسوي؟ بنتج اي تي بي وبنتج جلوكوز 6 فوسفات. فشو بسوي؟ انا ما بدي انتج جلايكوجين، فشو بسوي؟ بوقف، بعملها انهيبيشن لعمليه الجلايكوجين لايسيس، عمليه تكسير الجلايكوجين بعملها انهيبيشن. تمام، تمام. هاي هون بتلخص لك كل شيء حكيناه فوق. كيف؟ لما انا اكل كربوهيدرات شو بصير؟ انا حكيت لك دائما بزيد عندي جلوكوز، زياده الجلوكوز في الحاله الطبيعيه بزيد بصاحبها زياده انديوس للانسولين. زاد عندي الانسولين شو بصير؟ بيصير عندي سنسز اوف كي انزايم. الكي انزايم اللي هم عباره عن هيهم الجلايكوجين سنسز والفوسفوليريز. شو بصير فيهم هذول الاثنين؟ هيو بحكي لك اللي بصير فيهم كالاتي، بصير فيهم ريبيشن. ايش يعني ريبيشن؟ يعني بنقلوا. ليش؟ لان اصلا انا الانسولين شو حكينا بسوي؟ الانسولين بده يعمل لي جلايكوجين لانه بسبب زياده الجلوكوز، فهو بده يصنع جلايكوجين، فهو بده يعمل جلايكوجينيسيس. انا حكيت لك كيف بعمل جلايكوجين؟ عن طريق اني اعمل دي فوسفوليريشن. تمام، دي فوسفوليريشن. تمام، هي فهو ايش بسوي؟ زياده الكربوهيدرات بتعمل لي جلايكوجين لايسيس انهيبيتد. بينما بالفاستنج الانسولين عندي بقل، الانسولين عندي قال ايش يعني؟ قال عندي الديفوسفوليريشن، بيزيد عندي الفوسفوليريشن. في حال زاد عندي الفوسفوليريشن بيزيد عندي عمليه الجلايكوجينيسيس، بتقل عندي عمليه الجلايكوجين لايسيس. تمام، او العكس، عفوا العكس، عيدكم اياها. في حاله الفاستنج الانسولين عندي بقل، بتقل عندي عمليه بتقل عندي عمليه اللي هي ديفوسفوليريشن، بزيد عندي عمليه الفوسفوليريشن. زادت عندي عملية الفوسفوليريشن شو يعني؟ زاد عندي عملية الجلايكوجين لايسيس. ليش؟ لأنه أصلا أنا الجلوكوز عندي قل، فأنا إيش بدي أكسر الجلايكوجين اللي هو الجلايكوجين لايسيس عشان أعوض الجسم بالجلوكوز. هلا هون عندنا مرضين. تمام، المرض الأول اللي هو فون كريكس ديزيز. تمام، بصيب الإنزيم هذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز. هذا حكينا عنه وين موجود؟ موجود في الليفر. ايوه بالليفر والكدني، من 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 فوق، من الصدر فوق تقدر تجيبه. شو بصير في عندي؟ بصير في عندي ديفيشنسي. طب اذا صار في عندي ديفيشنسي شو يعني؟ قل عندي انتاج الجلايكوجين. فاذا قل عندي انتاج الجلايكوجين بصير في عندي مشكله في الليفر. تمام، هيو بصير في عندي بحكي لك هايبو، بصير عندي هايبوكاليميا. ايش الهايبوكاليميا؟ اللي هي انه يصير عندي نقص في
نقص في الجلوكوز تمام. وفي عندنا شيء اسمه ام سي ار ديل ديزيز. شو هو؟ وعباره عن عباره عن ماسلز ديزيز. احنا بنعرف انه بالماسلز في عندنا شيء اسمه ماسلز فوسفوليريز. الماسلز فوسفوليريز شو بيسوي؟ حكيت لك فوسفوليريز اضافه فوسفات. شو يعني؟ بكسر الجلايكوجين. فهو ايش بيسوي؟ بحبط لي عمليه تكسير الجلايكوجين، يعني بحبط عمليه الجلايكوجين لايسيس تمام. بكون وين؟ بالماسلز. بيعمل لي ماسلز كرامبس ديورينج اكسرسايز، اللي هو تشنجات عضليه اثناء ايش؟ الاكسرسايز تمام. تمام. هسا موضوع التمييز بين الليفر والماسلز برضو مهم جدا. انا حكيت لك الجلايكوجين انه عندي من 1 ل 2 تمام، لكل 100 جرام تمام، من 4 ل 6 من 6 ل 8 جرام لكل 100 جرام من الليفر. هاي الجلايكوجين مقداره تمام. هسا بالنسبه لليوز الماسلز انا بستخدمه بس عشان للعضلات نفسها، عشان اساعد بعمليه انتاج الاي تي بي في العضلات نفسها، عشان ازيد عمليه الكونتراكشن. بينما بالليفر انا بستخدمه عشان ازيد مقدار السكر في الدم، فانا بستخدمه لكل البدي تمام. هسا بالنسبه للجلوكوز 6 فوسفاتيز، حكيت لك انا بعد ما اطلع الجلوكوز 6 فوسفاتيز، جلوكوز 6 فوسفات، يا بدي اطلعه على شكل فري جلوكوز يا بخليه جلوكوز 6 فوسفات. بالمسلز بخليه جلوكوز 6 فوسفات. ليش؟ عشان يدخل عمليه جلايكولايسيس بدون ما احتاج اني اخذ اي تي بي. حكيت لك عشان هيك دائما زياده بكون في زياده اي تي بي بالمحاضره الماضيه. بينما بالليفر انا ايش الهدف تاعي؟ الهدف اني ازيد البلد كونسنتريشن تاع الجلوكوز. طب اذا اصلا كان عليه فوسفات ما بقدر يطلع من الخليه، فعشان هيك بشيل الفوسفات هاي وبخليه يطلع من الخليه للدم عشان ازيد مقدار الجلوكوز. فاذا من الهدف بقدر اعرف انه هل بزيد او هل في هذا الانزيم او لا تمام. تمام التمام. هذا كلياتهم اللي فوق حكيناه فوق، ما في داعي نعيده. هو موضوع الهكسوكاينيز وموضوع السكند ماسنجر والجلايكوجين وهذا تمام. اتوقع انه فهمنا، اتوقع المحاضره سهله ان شاء الله. عندكم اي سؤال تقدروا تستفسروا مني، مجرد والله مجرد انك انت استوعبت معي هذا اللي حكيته فوق، كل هذا اللي شرحته فوق، بتكون انت توب وراح تجاوب اي سؤال. هي وعد مني كمان. يعطيكم الف عافيه، نلتقي ان شاء الله في المحاضره التاليه.